السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بالبداية الله يجزيكم خير، كثير أشخاص عم تواصل معي، كثير ناس متفاعلة مع الموضوع اللي صار معي. هلا القصة بالتفصيل رح أنشرها بفيديو لحتى يعني كل الناس تعرف الفكرة، لأنه للأسف ما عم نقدر نرد على الكل. اللي صار معي اليوم بحدود الساعة 4 العصر تقريبا، كان في اتصال لأهلنا من حما، كان في أشخاص موجودين على دوار سرمدة، فأنا طبيعة عملي كإعلامي كنت موجود بالمنطقة، رحت غطي هذا الاعتصام اللي صاير. طبعا الاعتصام هو مدني، ما في اشخاص حاملين رايات حزب التحرير، ما في اي حدا مسيس ابدا، هو اعتصام مدني واشخاص موجودين مدنيين على دوار سرمدة عم يطالبوا بالمعتقلين اللي عند الهيئه. فبدأ التصوير، صورت، ضليت حوالي 3 ساعة تقريبا. لما انتهيت من التصوير طلعت بسيارتي وظليت ماشي، ما في بعد 300-400 متر تهجم علي 4 سيارات تابعة لجهاز الأمن العام بالهيئة. طبعا يعني السيارات ما انه وقفونا توقيف او طلبوا منا انه ننزل نحن معهم نطلع، لا، فتحوا الابواب، قلبوا لنا الكنزات ونزلونا على السيارات اللي معهم واخذوا السياره اللي معنا راحوا فيها. طبعا بعد ما اخذونا السيارات اللي معهم، خلال اعتقالنا نحن قاعدين معهم بالسيارات تعرضنا للكمات ولضرب من العناصر الموجودين هناك. انا عم بحكي معهم، انا صحفي، انا معي بطاقه من وزاره الاعلام التابعه لحكومه الانقاذ، انت ما بصير تتعامل معي هيك، وإذا أنا مخطئ لنفترض في ألف أسلوب تتعامل معي. فكان الرد إنه نحن هون ما شغلتنا نحترم حدا، وهذا الحكي يعني اللي كتير استفزازي. كنت قل له لك أنا وأنت سواري، نحن أولاد ثورة واحدة، ما يعني أنا مالي مجرم ولا شبيح حتى أنت بتعامل معي بهالأسلوب، اللي سكوت مالك حكي معي، وبعض الضربات. طبعا مشينا حوالي 5 دقائق بعدين نزلونا على سجن، ما بعرف هو لمين تابع، يعني أمن عام أو ما بعرف شو هو السجن. بعد ما طلعنا طمشونا طبعا دغري، سكروا لنا عيوننا وكلبشونا ووقفونا، صورونا كأنه نحن مجرمين على وحدة القياس اللي بيقيسوا عليها المجرمين لما يعرضون الأمن العام، وأخذوا معلوماتنا وتفاصيلنا وصادروا هاتفي وفتحوا الهاتف بدون أي احترام للخصوصية تبعه، شالوا كلمة السر وصاروا يفتشوا بالهاتف، يفتشوا بالملفات الشخصية تبعي. بالاضافه لهيك كلبشونا حوالي 4 ساعات وسكروا لنا عيوننا. حتى والصلاه طلبت منه انه انا بدي اصلي، فاخذني اتوضى، لكن لما رجعت اصلي ما خلاني غير اصلي، انا مكلبش الايدين ومغمض العينين يعني مطمشني. فقلت له لك بس يعني بس الصلاه، انا ما لي عامل شيء. قال لي لا انا ما شغلتي انه احكي معك، حكيت مع الشيخ، فما بعرف انا مين الشيخ اصلا اللي بدي احكي معه. ضل الامر حوالي 4 ساعات، وبعدين اجى الشيخ اللي هو ما بعرف انا مين هو، حكى معي شوي وبلش يقول لي انه هدول الاشخاص هن حزب تحرير وما بعرف شو من هذا الحكي وكذا. قلت له انا الصراحه يعني هو الموقف الضعيف، قلت له انا ما بعرف انه هن حزب تحرير ومن هذا الحكي يعني. اعطاني شي ربع ساعه درس قوميه الا شوي، وبعدين قال لي احنا رح نخلي سبيلكم بس مو من هون، نزلونا على طريق قرب بابسقة. طبعا كمان بالفان طلعونا مطمشين، فان معهم هن، طلعونا مطمشين ونزلونا على طريق على اطراف بابسقة نحن وسيارتنا، وخلونا نروح حطونا الامانات. طبعا هو الفكره نحن انه طريقه الاعتقال، يعني احنا اليوم ما طلعنا بالثوره لحتى يرجع ينعاد سيناريو بشار الاسد او سيناريو حافظ الاسد او سيناريو الاعتقال التعسفي. طبعا انا حكيت موجز من كثير اشياء، يعني من عدا النكشات اللي يجوا ينكشونا اياها، من عدا انه يجي حدا عم يتشفى فينا انه شو هيك احسن لك يا اعلامي، انبسط رح تعيد بالسجن، وحكي كثير الصراحه. طبعا الامر هلا ان شاء الله تركناه بين ايدي الجهات الحقوقيه من الاعلاميين للتابع الموضوع، وتحصلنا حقنا على امل انه ما يضل اي انتهاكات بحق اي صحفي، وعلى امل انه تنتهي الانتهاكات من كل السلطات الموجوده بالشمال السوري وبكل مكان.